كيف حالكم؟ اخباركم؟ اليوم رجع لكم بمقطع جديد، واللي هو شرح اعدادات، اطلق اعدادات بالنسبه لي انا سويتها صدفه يعني، والصدفه دائما جميله. المهم سويتها بالصدفه وقمت اتعود عليها لين صرت محترف. خلونا نبدا الحين، اوريكم احصائيات. اكثر شيء انا العب سكواد، شوفوا لعبت سكواد ذبحت 73 فزت 5، وهذه الاحصائيات يعني شيء جبار. اللي حاب انه يتابع بثوث يعني بث مباشر لعبة ببجي موبايل ومنها كلام، راح أضيف لكم قناة صاحبي اسمه سمير، تحصلونه تحت بالوصف. أتمنى أن كل واحد يدخل تحت ويشترك ويدعمه. والحين نبدأ الشرح بسم الله. الأعدادات، أول ما تبدأ عندك خيار اللي فوق، تشوفون الألوان، تختار النوع اللي يناسبك. شوف والخيار هذه خلن أنبلي خلن كذا حلو، لأن هذا الخيار هذا ينفع للسنايبر. مثلا تبي تقنص لك واحد يهرول قدام، حلو، تعلق على اللي تطلق وراح هو دايركت راح يتجون بسكوب، تنظر عليه تخليه عليه اول ما تشوف يعني خلاص تصويبك 90% راح يموت. ارفع يدك ويطلق دايركت على طول، يعني بس كل اللي عليك انك تضغط عليه وتصوب على الشخص اللي قدامك وترفع يدك وعلى طول يطلق. وعندك الشوتكن هذا نفس سنايبر، وهذه خلوها ان ديز، وهذه تاب. المهم آخر شيء اللي هي هذه أنصحكم تخلونها أنبلي. تدرون ليه؟ عشان مثلا أنت وراك بيت وفي باب، تطلق قدامك مثلا سكوات، تطلق عليهم ترجع بالشخصية حقتك وهو على طول يفتح لك الباب يعني بدون ما تضغط. وعندك جرافكس عزيز المشاهد، اللعبة ما هي لعبة كشخني وكشرك، اللعبة طول عمر يبيلها مخ. شون أنصحكم بين الـ3D وسموث أجرافكس، هي على حسب جهازك. وهذه ميديوم، وهذه خلوها على اللون، لأنك لو تشوف واحد من بعيد يمديك تشوفه بسبة اللون ملابسه أو لون شخصيتها. وعندك الكنترول خلوه على رقم 1، والسيارة على رقم 2، يعني ما يحتاج جراس، بس تحرك إصبعك وخلاص. وعندك الحساسية اللي هي لمسة التصويب والحركة، خلوها ميديوم هاي مرتفعة مرة ما يمديك وسريع، فأنصحكم خلوها مدية بنصيحة. وهذه خلوها مثل ما هي. والأصوات هذه صوت الرشاش، يعني واحد يطلق راح يزعجك، فخلها كذا أفضل. وآخر 2 هذا حقة الميكروفون والمايك، حلو، ارفع الهاي خلوها هاي خلاص. وعندك يا طول العمر هذه مو رشات، تحذف الكلمة اللي تبي وتضيف اللي تبي. وهذا اللغة، حلو. والآن بعد الأعدادات هذه، إذا ما تحسن لعبك بسبة الأعدادات أنا أتحمل أي شيء، ولكن إذا أنت نوب فهذه ما هي مشكلتي. خلوكم على المقطع الأخير، فزت بجيم بسبة الأعدادات هذه. مشاهدة ممتعة، لا تنسى دعمك لي باللايك والاشتراك وشكراً.